استاذ صباح الخير. اليوم رح نحكي عن الاكزاما وراح نشوف كيف ممكن نطرح نوعية الأسئلة بالامتحان وكيف لازم نحن نجاوب. بداية استاذ، هيدا اكزاما او تقف للكلاسات، نفس نوعية الأسئلة ممكن نطرح، منغير شيء منزيد شيء، واكيد الانفورماسيون هن معلومات لصف الثامن. ممكن باكزرسيس 1 يجي لكم انا ديفينير، مثلا ديفينير لا كولون، ديفينير لا ليني، نكتب ديفينيسيون، لو نومبر ديليكترون دو فالونس، لو سامبول دو لويس، لا فالونس، لا كونفيغوراسيون الكترونيه. عندنا كثير اشياء ممكن لكم انا اعملوا ديفينيسيون، تعملوا ديفينيسيون. استاذ بس بدنا نكتب الريبونس موجود هون، بفتح انا وبكتب الريبونس اللي الي هون. استاذ هيدا علامة الصح، مش يعني انه انا جوابي صح، معناتها انه انا كتبت الريبونس. فاذا مش اجا كتبت وشفت حاطين لي صح يعني انا جوابي كتبته صح. هيدي الصح معناتها انه سافا جي اكري لا ريبونس. استاذ نحن بداية ومش بكل الأسئلة حتلاقوا مثلا مثل هذا السؤال ديفينير، لما تكون الكتيبة سهلة وقادرين تكتبوا سافا فو دوفري اكير لا ريبونس ايسي، ماشي الحال؟ يعني بدي اكتب الديفينيسيون هون. هيدا اول اكزرسيس. اول اكزرسيس، في شي بروبليم استاذ؟ لا. واضح كيف بدنا نجاوب على هيدا السؤال؟ اوكي. استاذ يلي عنده اي سؤال بيكبس ليفي لا ما، وانا بعطي الاذن ليجاوب لما اخلص حكي. Exercice 2. Répondre par vrai ou faux. ممكن نجيب لكم استاذ انا سؤال répondre par vrai ou faux. ما قلت لكم corriger، بس répondre par vrai ou faux. ممكن نحط لكم corriger، بس بكون تارك لكم مجال لتكتبوا الفراز corriger. إذا أنا طالب منكم بس vrai ou faux، لو سالي ات ان اكزومبل دان كور بور، بيجي احمد بيقول لي سي فو، بده يحط ريبونس. استاذ ما في داعي يكتب ريبونس، انا ترك لك مجال تختار بين فري او فو. ها اخترت فو كبس. الويل بلو دونس كو لو، كمان انا قلت فو، رجعت قلت لا بدي غير مش فو، وغادي بغير استاذ الريبونس وبكبس على فري. كمان هيدا السؤال واضح؟ وي. حدا عنده شي سؤال هون؟ نو. طيب استاذ بالاكزرسيس 3 ممكن كمان احتمال انه نقل الجواب الصح كون انا حاطط لكم ايماج، يعني مثلا ممكن نحط لكم صورة ريبريزونتاسيون، ريبريزونتاسيون أو موديل لأتوم، ولكم اختاروا أي موديل هو لهيدي الأتوم. فنحن لازم نعد عدد البروتون، عدد الإلكترون، عدد النيوترون. بنكون ديجا تروفي لو نومبر دو بروتون، لو نومبر دو إلكترون، لو نومبر دو نيوترون لهيدي الأتوم.
وبس بدي نحدد اي موديل اتوميك هو راجع لإله، نحن علينا نعد البارتيكول اللي موجودين بقلب الموديل اتوميك اللي نحن حاطينه. وهون l'instrument utilisé pour mesurer la densité d'un liquide est l'esthèse. انا علي اختار مثلا، انا اخترت اول ريبونس، وهون ما في اختار جوابين، لانه اذا رحت رجعت غيرت رايي قلت مثلا يمكن الاول والثاني صح، حيرجع يعطيني بس انه انا اخترت ثاني جواب، الاول برجع ببطل يعني انا ببطل اعمل له مثل سيليكسيون. فاذا بهيك اكزامبل او هيك اكزرسيس السيليكسيون بكون بس لان سول ريبونس. واضح؟ حدا عنده هون اي استفسار؟ طيب اون كونتينيو. استاذ ممكن هلا نحن نحط بروبلم، يعني اكزرسيس كبير، ونحن بدنا نجاوب على الاسئله بهالاكزرسيس، مش شوازير لا بون ريبونس ولا ريبونس بار فري او فو. هون نحن بدنا نكتب ريبونس. بهيدي الحاله استاذ انا حطيت دوني، حطيت هود الدوكيومون، نقرا اول اول كيستيون. انديكي سي لو سوكر اون ا est-il attiré par les mots. جيت انا كتبت الريبونس مثلا هون، non le sucre en A n'est pas attiré par les mots. خلصت اول question. بنزل على deuxième question. مثلا هون قلنا oui كفي الريبونس، اكيد فراس كومبليت. انديكي كيل سبستانس، مثلا هون نقول لا ليماي دو فير. تيري ان كونكلوزيون كونسيرنون ليدونتيتي، انو ليدونتيتي دو لا سبستانس بور دونز ان mélange ne change pas. استاذ انا خلصت. بركي في تلميذ هلا بداية، يعني بعدنا باول الامتحانات، بطيء على الكيبورد، يعني منه سريع، ما بيعرف يكتب بسرعة، او مثلا بركي الريبونس اللي انا بدي احطه مثلا بغير اكزرسيس كان ريبونس طويل شوي. كرمال هيك استاذ بداية، مش بكل الأسئلة، بالأسئلة اللي فيهم شوازير بدي اختار الجواب الصح أو فري أو فو، ما راح نحط هيدا الشيء اللي هو موجود هون تحت اسمه تيلي شارجي فوتر ريبونس. يعني استاذ هيدا الاكزرسيس هو عبارة عن أربعة كيستيون، ممكن في طلاب بعضهم بطيئين على الكتابة على اللابتوب وياخد معهم وقت، وكرمال كبداية للامتحانات ما يخافوا وما يعطلوا هم الوقت، نحن رح نسمح لكم استاذ تجاوبوا على هيك نوع أسئلة على الدفتر أو على ورقة بخط مرتب بقلم أزرق، وبس نخلص استاذ شو بنعمل؟ بس نكتب الجواب ونخلص لهيدا الاكزرسيس شو بنعمل؟ بنصور الجواب، اذا انا كتبته على الدفتر بصور وبنزله هون كايماج، بيجي عند هيدي تشوز فايل. اوكي استاذ، وبروح بفتش. مثلا انا كاتب هون جوابي، هيدا الريبونس اللي انا كتبته، بختار هيدي الايماج وبعمل اوبن. بس تنزل هون استاذ بكبس على ابلود، بس اكبس على ابلود بتنزل الريبونس اللي انا كاتبه. واضحه هيدي النقطه استاذ ولا حدا عنده استفسار؟
Répétez la question. Michael. عيد سؤالك استاذ. جو بس انا المفروض على السيستم نحط اليوزر نيم الباسورد بتاع المدرسه. نعم استاذ حالي قال اليوزر نيم تبعه لاسمك اليوزر نيم والباسورد. استاذ انتوا اساسا كل حدا فيكم اهلكم معهم يوزر نيم وباسورد، فبعتاب بتفوتوا على نفس اليوزر نيم والباسورد. هلا هيدا الموضوع مع استاذ علي الزان ومع استاذ مصطفى حسون بتقدروا تاخذوا الجواب. ماريا عندك شي سؤال؟ طيب استاذ مين عنده سؤال بعد؟ استاذ احمد. نعم. طب اذا كانت اكثر من صوره واكثر من 5 ميجا بايت. هلا استاذ لما انا بدي اعطيك اكزرسيس انت قديش بده يكون ريبونس لهيدا الاكزرسيس؟ شو بده يكون اكثر من اون باج؟ يعني انت المفروض حتنزل لي صوره. ليش يا احمد؟ انت ما بتنزل لي كل الاكزام هون، هيدي التلي شارجي هيدي بس للاكزرسيس 4. يعني انا حافترض انه عندك 4 اكزرسيس وانت بدك تكتب الاربع على الكيي. كل اكزرسيس بتخلصه بتنزله تحت بكون في للاكزرسيس تيلي شارجي خاصه لإلك. اوكي. يعني ما بتعمل تيلي شارجي هون لكل الاكزامات، هيدي بس للاكزرسيس 4. هي هون عندي اكزرسيس 4 في تحته تيلي شارجي. مثلا ليك الاكزرسيس 3 هون، الاكزرسيس 3 لانه شوازير ما في تيلي شارجي هون، انت بتختار الجواب هون. مثلا اكزرسيس 2 كمان ريبوند بار فري او فو ما بتلاقي تيلي شارجي. محمد رعد تفضل. استاذ طب اذا كتبنا على الشاشه وما كتبناهوش على ورقه كيف نبعته؟ كيف يعني ما فهمت؟ عيد اعمل معروف. تحت بيكون في كبسه زرقاء. نو نو لحظه شوي. محمد رعد شو قصدك كتبنا على الشاشه؟ ما فهمت استاذ. انه حليناه مثل ما انت حليته، نحن حلينا الامتحان هيك. اوكي تمام. كتبنيهوش على ورقه. اطلع تحت، شوفي تحت في ازرق. انتوا حيكون مكتوب عندكم سيف. اوكي؟ بتكبس عليها تحت بتسيف الامتحان استاذ. نحن بنخلص ونظهر. بتخلصي بتكبسي تحت سيف وبتظهر. رنا سؤالك. رنا صفي الدين. وي استاذ. وي شو عندك سؤال استاذ؟ ما فهمت كيف عملتها هيدي كثير. شو هي استاذ عيدي؟ لا تيليشارجي فوتر ريبونس. اوكي انا بدي افترض يا رنا انه انت ما بتقدر تكتبي بسرعه على اللابتوب، او ممكن مثلا يكون في عندي ريبونس طويل، او مثلا اذا انا بدي اكتب كونفيجوراسيون الكترونيك K2L8M5 مثلا هيدي يمكن صعبه انا اكتبها هون، او مثلا بدي احط سامبول دي لويس. طب السامبول دي لويس مستحيل يطلع معي هون، مزبوط؟ فانت بتضطر يا استاذ انه بدك تكتب بالريبونس سور لو كايي، بس تكتب بالريبونس وتخلصي لهيدا الاكزرسيس بتصوري بتنزلي الصوره على اللابتوب. اذا انت عم تشتغل الامتحان على اللابتوب بتنزلي الصوره على اللابتوب من التليفون، بتنزليها على اللابتوب وبتيجي على تشوز فايل بتشوفوا وين حطيتيها. مثلا انا حطيتها على الديسكتوب برا، فوت على الديسكتوب وبختار يا استاذ الصوره اللي انا حليت عليها الفرض وبنزلها هون، بعمل لها اوبن بتنزل لوحدها عندي، بتيجي ابلود بكبس على كلمه ابلود
تنزل الصفحة، ساعتها الأستاذ بفوت عليها وبصحح لك الإكزاما هون اللي كتبيتهم، بصحح لك إيون عايد الفعل. فهمنا يا رنا؟ أوكي. طيب أستاذ ترجع وتبعتوا لنا يا الملفات التعليمية مصحح خالص؟ لا أستاذ، لا أستاذ، أول مرحلة خلاص أنت بتبعت الإكزاما ونحن بنعمل كوركشن وبناخذ علامة. أستاذ وكيف بنبعتها يعني؟ بنبعت الإكزاما يصير عندكم؟ أستاذ بس تخلص الامتحان بتكبسي تحت حيكون في كلمة سيف. كيف هلا هيدي الزرقاء مكتوب عليها publish؟ اوكي؟ اخر شيء تحت بتلاقوا شيء بتكبسوا عليها بتسيف الامتحان. فاطمة دقيق. بس استاذ اذا بده واحد يدرس على الكمبيوتر وبده ياخذ التليفون كرمال يسيف الصورة مش حتاخذ معه وقت؟ يا استاذ انت لما بدك تشتغلي اساسا نحن الوقت حيكون وقتكم مرتاح، يعني مش حنحط امتحان وتشتغلوا ركض بركض، هي واحد خاصة بعدنا ببداية فكرة الامتحان. اثنين يا استاذ لما بدك تصوري على التليفون ما دجابه تكوني انت موصلته على اللابتوب او في بلوتوث او ما بعرف شو، بتاخدي دغري بتنزليه على الديسكتوب وبتعمله تليشارجيه. قديش بدك المنوت دو منوت؟ مش احسن ما تقعدي او مثلا اذا بدك تكتب كونفيجوراسيون الكترونيك كادو الويت قديه بدها تاخذ معك اساسا؟ ما حتقدروا تكتبوها هون. والسامبول دو لويس طيب ما حتنكتب معكم هون، شو الحال؟ ممكن مثلا ريبونس يكون بده سؤال جواب بده يكون 3-4 اسطر. طب قد ايه بده ياخذ معكم وقت اذا بدكم تكتبوا هون مثلا؟ فالافضل نكتب على الكيه كهيك اكزرسيس كبير بده وقت لنجاوب عليه، بنكتبه على الكيه بنصور بننزل الصوره. طيب استاذ كرمال فكره الانترنت، نحن لما بدنا نعمل امتحان أنا مثلاً حطيت الامتحان وقته من الساعة 2 فيك تشوفه، يعني لما تفوت أنت على الباج تبعول الإكزاما عندك لو فتت 2 إلا 5 أستاذ ما بتشوف شيء. وين ببين عندك الامتحان؟ الساعة 2 ببين عندك على الباج. أنتو أستاذ بحاجة لإنترنت لما بتكون تفوت وتفتح الإكزاما، وبحاجة لإنترنت لما تخلص الإكزامان بدك تبعته. طيب بركي أنا فتحت الإكزامان وعم بشتغل وصلت على الإكزرسيس كات وراح الإنترنت، ما بيأثر أستاذ؟ واحد السيستم بيعمل أوتو سيف يعني بحفز لوحده المعلومات اللي صرت كتبها. اثنان لو ما في إنترنت مجرد ما انت دجاب الباش تبعيت الاكزاما انت فيك تكفي الامتحان عادي، ما بيوقف، ما منك بحاجة لانترنت انت عم تعمل الامتحان. بس لما تخلص استاذ بحاجة تلقط انترنت ترجع لتعمل له سيف وتبعت لنا اياه، واضح؟ فاذا انا بحاجة لانترنت لاقدر فوت على الامتحان وبحاجة لانترنت لابعت الامتحان. بس انا عم بعمل الامتحان اذا الباج صارت ديجا انا فايت عليها لو قطعت الكهرباء لو راح الانترنت ما بيروح شيء استاذ وبكفي الاكزاما عادي. طب استاذ استاذ اذا واحد يعني قطعت عنده الكهرباء وما عادش اجت انه صار في مشكله بتاع وما عادش اجت يعني لخلص الامتحان، طب شو بيعمل؟ انا بقول لك شو بيعمل استاذ. معقول ما في تليفون بالبيت عليه 3G؟ شو رأيك؟ بس تخلص الامتحان، ما عم بقول لك شو بتعمل. لما تخلص الامتحان استاذ بس بتفتح هوت سبوت بهالدقيقة بس لتبعت الامتحان. قد ايه بدها وقت؟ بتاخذ معك المينوت.
بس لتلقط من اللابتوب مثلا عن التليفون بتلقط 3G وبتعاد بتبعت الامتحان وبتسكر. هل قد صعبة؟ شو رأيك؟ أنا عندي هوت سبوت، يعني إذا راح بيصير بالله. إيه بس أنا مش بحاجة لقط هوت سبوت وروح لل 3G ضلني ملقط كل الوقت. ما هيدا كرمال هيك هيدا السيستم في ميزة استاذ، إنه نحنا لو قطعت الكهرباء ولو راح الإنترنت في كف الإجزام عادي، بس لما خلص بحاجة لقط هوت سبوت لحتى نزل الامتحان إذا ما كان في عندي واي فاي. واضحين هودي الأفكار؟ طب إذا نعم يا أحمد. طب إذا واحد عندوش 3G، هلا بدك تقنعني إنه بالبيت ما في 3G يا أحمد؟ إنه ولا تليفون بالبيت في بقلب مستحيل. علو صوتي مستحيل ما بسمع. نعم؟ بس إذا ما إذا حدا ما عنده 3G تحكي مع واحد بالتليفونات ويقول له عبيد 3G إنه أستاذ هلأ فكرة الـ 3G هلأ مش هالأزمة، ولو إنه وقت الامتحان يكون في عنا 3G بالتليفون، وأساساً بعرف إنه جزء كبير منكم معه تليفونات ومعه 3G، والجزء اللي ما معه بالبيت أكيد في أهله أو حدا من إخواته الأكبر منه بكون معه 3G. هي هالدقيقة أستاذ ما بدنا أكتر، بس لنكبس سيف ونبعت الامتحان. مين بعد عنده استفسار أستاذ؟ أنا أستاذ. نعم. مين بعد عنده سؤال؟ ميكايال. ميكايال ميكايال حبيبي بس علي لي صوتك شوي لأسمعك. ايه محمد رعد، قبل ما يرجع ميكايال اللي قلنا شو بده، تفضل محمد. استاذ امبارح فات معنا لانه بلش يفهمنا عن الاكزام سيستم وكيف منفوت عليه وهيك. نعم. انا بتبين مطرح وما بينت عندي، وقالوا لنا في اذا ما بينت حطوا اكزام دوت لي صحنا ويدتكم، حطيتها كمان ما بينت عندي. شو اللي ما بين عندك؟ اكزام مع اس. محمد شو اللي ما بينت عندك؟ هو قالنا انه عشان نفوت على الاكزام سيستم. انا قدر نفوت على المطرح على الاكزام سيستم لحتى تفوت على الباج تبعو الاكزام. ما بينت عندك السايت؟ لا ما بينت عندي محمد، يعني ما قدرت تفوت على الباج من الاساس. اللينك تبعو المدرسه الاكزام ما بين عندك؟ هل الاكزام سيستم مش مبين؟ استاذ اطلع عندي هون على الاكرون، هيها استاذ شو مكتوب هون راح اعلم لك اياها انا. اكزام lisehanawai.com شفتها؟ بتكتب عندك exams نقطه دوت lisehanawai.com واكيد راح تبين عندك. كتبت عندي وعند اختي جربتها ما اجى. طب جرب هلا. انت وين فاتح على التليفون؟ فتحت على التليفون وعلى اللابتوب، جربت على الاثنين. حيب هلا انت ما بتجي. لحظه شوي، هلا انت وين فاتح يا محمد؟ هلا على اللابتوب. اوكي فوت على الجوجل، فوت على الجوجل كروم. فتت؟ اوكي اكتب exams نقطة لسه حنواي.com.
exams EXAMS. كتبت يا محمد؟ كتبت. شو بيان عندك؟ حطولي لسه نواي، لسه نواي أبس on Google Play. هيا ها، أنا راح أعمل مثلك. exams dot. إذا أنا فتت عليا بس عم حطوا لي الباسورد غلط. نواي dot com. الباسورد مش الباسورد اللي بتفوتوا فيه على السيستم. باسورد بقلب السيستم، في باسورد تاني. هلا هاي دي فكرة الباسورد، هاي دي لإلكم أستاذ، أنا ما بعرف شو بعثوا لكم إذا في باسورد أو لا جديد. اوكي بس انه انا عم بقول لكم كيف بتفوتوا على مش جديد. طيب اوكي استاذ، يلا محمد انت بتفوت على اللينك، استاذ حبيب بتفوت على السايت تبع الامتحانات وبتحط يوزر نيم وباسورد مطلوبين منكم تحطهم. هلا استاذ انا اللي بدي اياه منكم بفكره الامتحان، ركزوا معي هون بفكره الامتحان، واضحه؟ بونجور. أنا كنت عاطل. أوكي استاذ، طب بس بعد النقطة استاذ مثلا أنا هون في عندي امتحان حطيته للترمينال، بس لفرجيكم على بعد نقطة إنه بالكيستيون أشوا ملتيبل ممكن أنا يكون عندي استاذ بلوزيور ريبونس يكونوا كوريكت. مثلا هون choisir la ou les bonnes réponses. يعني أنا بهيدي الكا في اختار دو ريبونس. تبهنا؟ إذا ممكن بالإكزاما أنا أعطيكم اختيار إنكم تختاروا أكثر من ريبونس. ماشي الحال استاذ؟ فاذا نحن ممكن كمان نطرح عليكم كويستيون اشوا ملتيبل ويكون في عندي اكثر من ريبونس انا ممكن جاوب فيهم. فاذا نحن بدنا ننتبه استاذ للسؤال شو ممكن مطلوب منه. طيب مين بعد عنده شي سؤال استاذ؟ طيب استاذ انا بس بدي اخذ انا الحضور هلا على السريع، واللي عنده السؤال فيه يسالني. مهدي الموسى منه موجود. اوكي مهدي الموسى منه موجود استاذ. مهدي الاشقر، مهدي عطيه موجود، موجود ملاك شعيط وملاك سليم. محمد بلحس موجود، موجود موجود. محمد صبرا لا مثل العادة أكيد ما عم بيفوت. محمد بدنا نلاقي له حل، بحكي بالموضوع مع أهله. محمد فواز موجود، محمد رعد موجود، ماريا موجودة، لين، الثلاثة لين موجودين، برافو. أمر هاشم فوزي، فاطمة أبو خليل موجودة، فاطمة دقيق موجودة، وفاطمة سعد كمان موجودة. غسان ماضي بعده موجود معنا، غسان منه موجود. علي عبد الله موجود. وي استاذ، وي جو سوي لا. اوكي علي مسلماني موجود. طلال oui, موجود. زهراء حمدان متخش مو جو مو جو سوي لا جاد. اوكي زهراء حمدان منا موجوده. رنا موجوده. رام ادانا منا موجوده بعتقد كمان. لا موجود. مين موجود؟
دانا. اي اوكي استاذ دانا. صباح حسين شعيتو. حسن بسام بريزون. اوكي انا هيد موجود واغار موجود استاذ ما هيك. فوزي المقداد مش موجود. فوزي منه موجود. اوكي ميرسي استاذ. طيب حدا بعد عنده شي سؤال استاذ كرمال امتحان؟ ميكايال كان بده يسأل. بس شي ملاك سلامة يا مين ميكايال؟ ميكايال